لا يفتأ الفلسطيني يذكر انتفاضته، ومما يذكر انتفاضة الحجارة. وفي ذكرى انطلاقتها قبل عقود ثلاثة ونيف، تمر قضيته وقضية الضمائر الحية بمنعرج يبدو حاسما في ظل عمليات فدائية تتصاعد وتيرتها ومحاولة من الاحتلال لاحتواء انتفاضة جديدة وشيكة، أو تبدو كذلك. آياتها الحيل والسبل إسرائيل، وهي تترصد شعبا خبر كل مكر تمكره في السياسة والدسائس والعدوان، حتى أنها باتت مجردة من حيلها القديمة يوم استدرجت المفاوضة الفلسطينية إلى بدعة أوسلو وأمعنت بعدها في هضم مزيد من الحقوق. فهل بعد كل هذا المسار وحصاده المر لعقود ثمة رهان على التفاوض مع الإسرائيليين؟ يأبى العقل والمنطق كلاهما أن يكون الرهان عين الصواب، ومع ذلك قد تحاول إسرائيل الخديعة بإعادة إحياء العملية ككل مرة يشتد عليها الخناق. فلسطينياً يغلي الشارع رفضاً لتنسيق السلطة وليدة مفاوضات أوسلو مع المحتل لأرضه الغاصب لحقه، وكما أريد لما بعد أوسلو ألا يكون كما قبله تضييعاً للحق الفلسطيني. فرض الفلسطينيون معادلة جديدة، ما بعد سيف القدس ليس كما قبله. أصبح النضال موحداً أو أكثر ما يكون بين غزة والضفة والداخل الفلسطيني، حيث تتناغم الجهود والغايات الفلسطينية في غالبها الأعم، وتجمع على أن السبيل هو التحرير بالطرق المشروعة كافة ومواجهة الاستيطان والتوسع والعنصرية والعدوان. وما يزيدهم على الحق المسلوب ثباتاً هو تطبيع أخذ في التوسع أخيراً، عبثاً تحاول إسرائيل استغلاله للضغط أكثر على الفلسطينيين بما أوتيت بالتطبيع الجديد من نفوذ أو قديمه. لم يعد الفلسطينيون يخسرون أكثر مما خسروه ولو اجتمعت عليهم بعض أنظمة الخليج المتحالفة مع إسرائيل، ولا سيما بعدما رأوه من تراكم قوتهم في غزة وفي غير غزة. قد يكون الأمر قد مضى في الاتجاه ذاته، ولعلهم يعدون في كل الجبهات للتحرير في صمت قد يسبق العاصفة حتى من الداخل المحتل.